معذرة. هذا الرجال كان عسكري مكابستي، كان يداوم بالتاجي بالحرس الجمهوري. بعد ما اعتقلونا بالسجن جابوا ويانا من لسانه هو ان عدم طبعا قال احنا اخذونا جابونا حركة قالوا للدجيل، قال ما ادري بالدجيل، قال بمجرد سمعوا بيه انا للدجيل اعتقلوه والعدم موجود اسمه يمك. نعم. هل من سؤال اخر؟ لا احد عنده سؤال؟ نعم، لكن تبقى في حدود أسئلة محددة بصدد الدعوة. أنا يعني إذا تسمح لي أتكلم والشيء الخاطئ قل لي عنه خاطئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم وقاتلوهم يقضيهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. أنا يأسفني أولا وأنتم وأنت تعرفني بأنني صريح في قولي وفي مواقفي، وعلى هذا آمل أن تتحملوا صراحتي. ليس من أجل شيء، ليس دفاعا عن صدام حسين. صدام حسين المهم العراق يبقى عزيز، والأمة العربية تبقى رافعة راسها بوجه الضم والعدوان. أما صدام حسين الروح يجي غيره أسباب أخرى، مو هذا المهم. الأسئلة، نعم الأسئلة اللي ما أعطينا مثل ما تتعطي فرصة حتى بالمقاطعة. الشيء الذي يأسف عليه هو الوضع الذي أنت يا حضرة الفاضل الأول بغض النظر عن العناوين الأخرى وضعت فيه، وكيف يمكن لقاضي مثلك يقبل على نفسه أن يكون بهذا الوضع وهو أن يقاطع الشهود، أن يقاطع المتكلمين؟ رجل أعطى الفرصة أكثر مما يقطع أي إنسان آخر متهم أو شاهد في كل تاريخ الجلسات الثلاث. لا يمكن مقاطعة المشتكي لا من يقاطع الشاهد. نعم. بالطريقة اللي شفتها مجموع ما تكلم الزمن اللي يتكلم به، وأنا يعسفني أنا أشر عليه وهو عراقي. المحكمة تعطيكم الوقت الكافي لمداخلاتكم؟ نعم ماذا تعطينا؟ وأعطاتكم ماذا تعطينا؟ تفضل. نعم تفضل. المقاطعة اللي سمعتها سواء عن المحامين أو عن أبو محمد بلزان، فجنابك أما أن تكون قابل بحالة التجاوز فهذا شأنك، أو تكون مضغوط عليك فلا أتمناه. لا يوجد ضغط على شخص. لا يوجد في القضاء أن يضغط عليه هو يكون يمثلون القضاء. القضاء العراقي مستقل و يكون المصدام حسين الشون لما اتصل بكم رجل عضو قيادة في البصرة بالهاتف اتصل بقاضي وسمعت ما من ذاك الليل إلا صباح لحطيت حد اتصال هاتفي فقط يترجى يمكن على قضية هي كان أنشأة القضاء على الإيمان والمحبة والعدل. القاضي عادل والقضاء بخير. عادل أفضل. عادل بالتصرف. نعم عادل بالتصرف. نعم. وعلى الإنسان أن يؤكد بالتصرف وليس بالقول. نحن باستطاعتنا أن نقول أشياء كثيرة. نعم استطاعت أي إنسان أن يقول، لكن كيف يتصرف هو هذا الجواب على القول. نعم. سواء كان قاضي رئيس دولة ملك وزير ليس القول الأفعال.
في جنابك في مذكرة اللي قدمت لك إياها اليوم. وصلني المذكرة وس من اليوم الثاني احنا بالليل. يلا مشوار من هناك. اليوم وصلت المذكرات والمحكمة تطلع عليها. اليوم الثاني أنا قدمتها. نعم. رجعوا لي إياها بعد ما صوروا لي النسخ اللي أحتاجها. قلت لهم النسخ اللي تحتاجوها أن تأخذوها ما عندي مانع. بس عندي المهم وصلت وصلت المذكرات. وهذه أيضا أريد أسجل عليك نقطة. لكن لكي تتمسك بها تحقق كيف لا تطلع على مذكرات صدام حسين المقدمة إلى هيئات التحقيق؟ وكيف تنظر بالمحكمة قبل أن تطلع على ماذا جرى في هيئات التحقيق؟ المذكرات اللي تقدم إلى المحكمة تطلع عليها وستجيب عليها. وماذا عن هيئات التحقيق؟ هل استطاعت المحكمة أن تبدأ من لا شيء؟ ليس موضوع بحثنا الآن. أن تبدأ البحث مع الشاهد. أن تبدأ تأسيسا على هيئات التحقيق. فالمحكمة تضطر أن نعبر هذا. إن نقاطعك. نعبر هذا. ما عندك أسئلة. نعم. نعبر هذا الموضوع. شوف هذا المكتوب في إيد صدام حسين. بغض النظر عن العناوين في المعاني الإنسانية عندي هذا الرجل أو أي عراقي عراقي كردي عربي من كربلاء من تكريت بس عراقي قلبا ودما وروحا وموقف في وزن الإنسان يساوي عندي صدام حسين رئيس دولة أو مو رئيس دولة. أنا هيك خطأ صواب ما نحن فيه، لكن يجوز صدام حسين يعترض على أن يدخل القرآن الكريم لأنه قصف ويعترض عليه أن يدخل أي ورقة أو قلم، لكن لهذا الرجل يسمح له بفايلات التذكر ليتقن. سمح لك سيتقن ما يريد. مسموح لك الأوراق أن تجلبها معك. وقيل إنها بأمر من رئيس المحكمة. لا المحكمة تطلع على المذكرات وبإمكانك أن تجلب معك أوراقك. حضرة القاضي مثل ما جاء. حضرة القاضي نعم. أنا عندما أتكلم تراني أخوك بمعنى أخو العراق أخو الأمة. عندي الإعدام وقندرة أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من أبما بالكون. فتعرفوني ما حاجة أشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليك. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح حسن. الوقت قال الرجل هالوقت صار علي ضيق، لكن انت في حدود ما مسموح بك قانونا. اي ما يخالف. خلي اشياء موعدة من اليها اشياء تتطرق اليها في دفاعك. لا. لكن نحن بصدد حاله محدده. الشاهد او المشتكي هو تكلم عن موضوع ما. إذا عندك سؤال معين محدد حتى نوجهه. نعم أواجهه محدد. ويؤسفني أن أواجه واحد من أبنائي وأناقشه، لكن مو من أجلي أنا. يعني هاي اللي تقولها مو من أجلي أناقشه، من أجل العراق، من أجل الرأي العام. نحن أمام قضية جنائية. نعم نحن أمام قضية جنائية بغض النظر عن أي شيء، وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية. إذا عندك أسئلة أو مداخلة طيني مجال لا تقاطعني عن نفسي. أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يذكره حتى يوصله للقضاء على يده.
ما أعطيتوا الأوراق؟ وقلت لهم ليش ما تعطوا أوراق مثل صدام حسين هنا يجيب هوية صدام حسين أعطيته أوراق؟ إيه أعطاني أوراق بعد أن طلبتها، لكن هو هذا الموقف، هذا التساوي، وهذه هي العدالة. المتهم عندما ما لا يحتاج لا يسوى لا أي ليس بالضرورة يجب أي منصب في الدولة ما يسوى الخضوع. سيادة القاضي يريدكم رماح وسيوف بوجه الأعداء. فهذا الرجل ما أدري شنو هالظروف اللي ضغطت عليه، ربما الحوادث اللي تعرض لها. بالنسبة للأوراق لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني يا ولد. لحظة لا تقاطعني، لحظة. الظروف ربما اللي ضغطت عليه في عوائله جعلته في وضع نفسي خاص، فمن أجل رعايته الصحية أطالب بفحصه من جهة مستقلة، مو من جهة التقاسم العراقي وتدبير العراق، من جهة مستقلة. فإن كان في وضع يحتاج الرعاية ارعوه، وإن كان في وضع يحتاج، وإن كان محق انصفوه. ذكر أن صدام حسين راح إلى مقر الفرقة الحزبية، هاي هم دفاعا عن صدام حسين، لأنه هو دا يسمع الرأي العام، هو هذا الإعداد تمثيلي لكي يسمع الرأي العام ويشوش، مثل ما المدعي العام قال صدام حسين حقق مع بعض المتهمين المضحك وطلع الموضوع مو هيك، وما خليتنا نناقشه، ما خليتنا نناقشه مع انه حقنا في وقت، في وقت، نعم في وقتها. اذا طلع صدام حسين زائر الفرقه في هذا الوقت أو في وقت آخر فكل كلامه صحيح. نعم. مو بس كل كلامه صحيح، اللي قالوا على صدام حسين، اللي قالوا على صدام حسين ها صاروا وياي طه، قالوا علي. نعم. وبرزان إنه كلامه صحيح. وإذا طلع صدام حسين ضارب عراقي واحد بيده هذه كل كلامه صحيح. أي عراقي. وإذا محمد عايش وزير تربية هم كلامه صحيح. وإذا محبوس بمغرب. ومحمد عايش محبوس بمغرب هم كلامه صحيح. هو ما قال محبوس في أبو غريب. قال الزنزان اللي أنا كنت فيه باسم أبو. لقيت اسمه بيها وليس مسجون معه. اسمه بيها. اسمه فقط. لا رأى اسمه في. نعم. ما أعرف ولا شيء ولا شيء أصلا. المهم. نعم. بعدين لو سألتك جنابك أعطني مواليد أي إنسان من عدا عائلتك تعرف؟ تعرف؟ لو سألتك أعطني اسم أي إنسان تعرف مواليده حافظ مواليده من غير عائلتك تعرف؟ انت توجه الاسئله اللي تريدها حتى نوجهها. انا اريد ان اشيل دوري فقط ك ربما تعرف مواليد اشخاص اخرين ولا عن العراق، فاريد ان ادافع عن العراق بمعنى انبه. فهذا الرجل حافظ مواليد كيف حفظها وليش حفظها؟ فإذا هنالك قصد، هنالك قصد، والقصد مرتب. مع الأسف إنه هذا الرجل ترتب براسه، يعني سواء قبل أو لم يقبل. يعني وصلت الفكرة تنفي. أما في الأمور الأخرى فعندي كلام كثير. نعم. ووقتها. شكرا.
نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.